تمام. ده مثلا هو شكل المبنى، بيبدا بقى يقول لك الاوبن اوفيس ده لونه كذا وده لونه كذا، كل مبنى فيهم بيبدا يجيب لك المعلومات عن المبنى دوت، تمام، بحيث لما تغير اي حاجه يبدا يقول لك ان ده كده هيبقى نتيجه التعديل ده هيبقى ايه. تقدر تاخد الخصائص اللي انت عايزها عن المبنى، واي حاجه تعملها هو جرافيك هيبدا يجيب لك الامكانيات بتاعه الاستدامه اللي موجوده. ورك فلو بيقول لك ان انت ممكن تديله مثلا ملف جيسون، ده ملف برمج كده بيتصدر من البرامج زي الريفت وكده، تقدر يحوله لك لموديل. يعني لو عندك الملف يبدا ان هو يعمله لك ليفل فروم فلور، يبدا يعمل لك ليفل من الفلور اللي موجود، يبدا يعمل لك مثلا زون دايجرام، ممكن يعمل لك سبيس. على اساس ان انت لو انت ما عندكش الموديل تقدر باي طريقه من الطرق دي يبدا يعمل لك الموديل. طب لو انا عندي الموديل، طيب انا عايز اعمل دراسه مثلا للغلاف الخارجي، هقول له اد يبدا يعمل لي الدراسه. مجرد اقول له اد يبقى انا محتاج الدراسه دي، يبدا ان هو يعملها لي. انا عايز دراسه للزون دايجرام، يبدا يعمل لي الدراسه ديت، تمام، يبدا يعمل لي اي دراسه انا عايزها. مثلا عايز ادرس الكور، عايز ادرس الميكسد يوزر، عايز ادرس اي حاجه انت عايز تدرسها. في عشرات الحاجات اللي انت ممكن تاخدها من البرنامج لمجرد ان انت اديت الموديل. في حاجات خاصه بالانشائي، حاجات خاصه بالمعماري، مثلا تقسيمات الغرف، كل واحده من دول هيبدا يجيب لك النتيجه بتاعتها بعد شويه. في ثواني يبدا يجيب لك النتيجه، الاوتبوت هيبدا بقى يجيب لك النتائج اللي انت عايزها. طيب نرجع هنلاقي عندنا بعد كده التوديسك فورم اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، تمام، اللي هو كنا ادينا له. حد فاكر البرنامج ده يقول لنا بيعمل ايه؟ حد فاكر البرنامج دوت كان بيعمل ايه؟ الو شباب، برنامج فورم اي اي اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، حد يكتب لنا كان بيعمل ايه؟ ايوه في حد ما شاء الله وكاتب اهو. بنفتح الخريطه نحط شكل، بتفتح الخريطه وترسم شكل هو يبدا يجيب لك دراسه عليه للرياح والشمس. ما شاء الله مهندس يحيى، شكرا يا باشمهندس، تمام. جربوا الموقع ده، يعني الموقع ده من اهم المواقع اللي هو السهله واللذيذه والنتائج بتاعته كويسه. جربوا الموقع ده والموقع اللي هو تيست فيت وهايبر، وحط لنا الحاجات على الجروب، تمام. في مواقع كتيرة بس خلينا نركز على الحاجات السهلة. ده موقع اسمه تول كوف، ده موقع من المواقع اللذيذة جدا اللي يعني تحمدوا ربنا ان انتوا يعني اتواجدتوا في عصر ظهر في المواقع ديت. بيسهل شغل كتير قوي، بيساعدك في التصميم، مجرد ان انت بس بتدي له تصميم بسيط هو يبدأ ان هو يكمل لك التصميم. بيساعدك في دراسة اي مبنى هتفتحه له، هيبدأ يقول لك الظل والشمس فين، وازاي تحسن ضوء النهار استخدامته النهار، وهو في فيديو مشروح فيه القصة معمولة ازاي بالتفصيل، تمام. يعني دوس بس على الفيديو وابدأ اسمع الطريقة، ولو في حاجة مش واضحة ممكن نرجع للفيديو. بس هو الفكرة كلها ان انت بتدخل له المبنى ويبدأ يجيب لك انهي اجزاء اللي هيبقى فيها الضوء طول النهار، وانهي اجزاء اللي هي محتاجة ان انت تلجأ للضوء الصناعي، تمام. هتقول له لوج ان، بص كل الدراسات دي بتطلع لمجرد ان انت اديته شكل المبنى.
اي تعديل بيحصل يبدا هو يجيب لك التكلفه بتاعت المبنى الاستيميتنج سيت والتوفير لو انت صممت بالطريقه اللي هو عايزها. كل التصاميم دي بتطلع لمجرد ان انت بس رسمت شكل المبنى الخارجي خلاص. تمام، فاحنا عايزين ان شاء الله الدراسات كلها تطلع بشكل حلو قوي من خلال البرامج ديت. ما تفكروش الامتحان هيجي ازاي، ولا ان شاء الله كل الناس ناجحه، بس فكر ازاي تستفاد من البرامج دي ان انت تحسن الاداء وتركز التصميم. يعني بدل ما تقعد وقت على ما تعمل حاجه، لا هو هيوفر لك الوقت اللي يخليك تتفرغ ان انت تطلع احسن تصميم ممكن. تمام، ده مثلا موقع برضو المواقع الجميله. انا في مواقع كتيره خفيها عشان نركز على احسن المواقع اللي هي تقدر تديك اداء عالي جدا وباقل مجهود، ما فيش واحده فيهم محتاجه ان انت تبرمج. تمام، ده بيعمل لي حاجه اسمها جينيريتيف ديزاين. جينيريتيف ديزاين معنى ايه؟ ان انت لو عملت تعديل، التعديل يحصل في كل مكان. تمام، والموقع فري، تقدر ان انت تبدا ان انت تجربه، واعتقد لو انت احتجت ادوات اكتر هيبقى بفلوس يعني. تمام، هو بيديله مثلا حاجه يبدا ان هو يقترح عليك بعض التصاميم بحيث انه يوفر عليك الوقت. انت بقى مهمتك ان انت تختار افضل تصميم، يعني هو بيحاول ان هو يوفر معاك الوقت وانت تحاول ان انت تطلع افضل تصميم بحيث الناس تبقى موجوده مستريحه ومبسوطه وكل حاجه. خلينا نشوف الفيديو كده مع بعض. كل اللي عليك ان انت بتختار انهي غرفه هتبقى انهي غرفه، هو يبدا يديك اقتراحات كتيره. يعني بتقول له انا عايز غرفه النوم يبقى جنبيها مثلا حمام سباحه، مثلا عايز تسحب النوم تنط في حمام السباحه، تدي له اقتراحات وهو يبدا يديك كذا كذا حل وانت تبدا تختار افضل حل انت عايزه. تمام، الموقع ده الموقع الجميل جدا اللي لو انت جربته هتدمنه. الموقع دوت الموقع برضو الظريفة اللي اتواصلت معاهم وادوني نسخة كده كويسة، ديجيتال بلو فور. ده بيقول لك اختار بس التصميم اللي انت عايزه وهو اونلاين من غير ما تسطب حاجة خالص. تختار خريطة، تدوس بس رايت كليك، يبدأ يقول لك انت عايز تعمل دراسة لإيه، دراسة مثلا لثاني الكربون، للنباتات، لكل حاجة انت عايزها. تمام، اهو بص كله اونلاين اهوت، ويبدا يجيب لك بقى دراسه للارتفاعات، لو انت عملتها ريسيدنشال، لو عملتها كوميرشال، لو عملتها كوميونتي، كل الحاجات دي يبدا ان هو يجيبها لك. طب انا عايز ادرس التصميم ده، السيرفيس بيكربول اللي نطلع منه هيبقى قد ايه، فيبدا يجيب لك الدراسه بتاعتها. الموقع جميل جدا جدا وسهل في الاستخدام، وبتلاقي فيها جنريتيف ديزاين. اي حاجه تدوس رايت كليك يبدا يقول لك طب انت عايز تعمل دراسه لايه لكذا، خلاص اخترناها ونبدا ان احنا نشتغل بيها. جيت ستارت، تبدا بقى تدخل الملف بتاعتك وتقول له سبميت، ومش تدفع فلوس، هتبدا تشتغل معاك عادي. هتلاقي الرابط اهو، اليو ار ال ده الموقع، وهنا الشرح فيديو، منصة على النت هتبدأ تديك خيارات ازاي تطور المبنى بتاعك بشكل افضل ومن خلال الذكاء الاصطناعي. يعني حتى تعمل تصميم هو يقول لك والله طب في اقتراح افضل تصميم من ذكاء صناعي يحسن لك الاداء. طيب، في ده ارشتكست، ده عامل زي شات جي بي تي للعمارة. يعني ايه؟ هتقول له انا عايز مبنى يكون فيه غرفتين وكذا، يبدأ ان هو يسمه لك. تمام، يعني تيجي تكتب هنا انا عايز مبنى يكون فيه 1 بيدروم وحمام واحد، جنريت، يبدا ان هو يعمل لك التصميم دوت. بس كده، يعني انت متخيل مدى السهوله؟ هو عامل زي شات جي بي تي بس مش هيديك تكست، لا هيديك تصميم. حد كان متخيل حاجه زي كده تحصل؟ تمام، ولو عايز تطلع على البحث هاجنج فيس بيبقى فيه الملفات دي عشان هو اوبن سورس.
طيب المهندس يحيى بيسأل سؤال زينا يعني ولا احنا احسن؟ بص يا فاضل، الذكاء الصناعي حتى الآن ما يقدرش يتفوق على الإنسان، برضو الإنسان عنده يعني تفكير عميق شوية، يعني هو ممكن يعمل لك التصميم لكن ما يعجبكش التصميم، تحس مثلا غير منطقي، اللي حاطط بابين مثلا للحمام يعني باب بحمامين، او يعني لسه على ما يحفظ كل القواعد اللي انت بتدرسها في الكلية. هو أداة مساعدة ليك ان انت الحاجة اللي انت بتعملها في ايام ممكن يوفرها لك ويعملها في ساعات، لكن في الاول وفي الاخر انت اللي هتلبس، انت اللي هتمضي عليها ان انت اللي عامل التصميم دوت. فما فيش حاجة اسمها الذكاء الصناعي يلغي، يعني انا مثلا مسطبه عندي في الايميلات، لما بيجي لي ايميل بقول له رد على الايميل، بس مش بيرد لوحده، بيكتب التكست وانا اقراه واتاكد قبل ما ابعته. يعني هو بيسالني سؤال، انت عايز تجاوب على الراجل بيقول لك ان انت عايز تقبل عزومتي على ميتنج ولا لا، يا اما اه يا اما لا، انا ممكن اقول له يس، هو بقى يعمل ايه؟ ثانك يو فور انفايت مي تو جوين تو ذيس ميتنج اكسبت، يعني يبدا يكتب لي رساله احترافيه تمام ممتازه، ينفع ان انا ارد بيها رد، يعني تحس كده اللي بيرد ده لابس بدله تمام. انا مره جه ايميل ويعني ايه الراجل بيقول لا انا عايزين نعمل ميتك عشان كذا كذا، فهرد اقول له يس، فالسكرتيره قالت لا استنى، هي السكرتيره مش مهندسه ولكن متعوده انها تكتب ايميلات بشكل حلو، فكتبت ايميل تحلل الكلام اللي جه وتبدا تقول انا هكون سعيد جدا ان انا اقبل دعوتك وان شاء الله تبقى فيها يعني قعده حلوه يعني تمام. فهي دي الفكره، ان هو تستعين بيه كاداه، لكن ما ينفعش هو اللي يبقى مسؤول عن الرسائل، او هو اللي يحركك، انت اللي تحركه. طيب دي منصه برضو نفس الفكره اللي فاتت، ان انت يبقى عندك حته ارض ويبدا ان هو يقسمها ويبدا يديك تحليل لقطعه الارض ديت، لو اديتها التقسيم على شكل مربع، طب على شكل مستطيل، والحاجات دي كلها. طيب ده بلان فيندر برضو نفس الفكره. طيب هنا مثلا ده موقع من المواقع، ده عباره عن ايه؟ لو انا عندي مكان وعايز اتخيل الناس هتخرج ازاي، ولو في زحمه لو في كذا، فده بيحلل لي دخول الناس وخروج الناس تمام. يعني مثلا وده بيستخدم في الحرم المكي والمدني، بحيث ان هم يدرسوا بالذات مثلا في موسم الحج الناس هتتحرك ازاي وما يحصلش زحمه، وهل احنا محتاجين نوسع الطريق ولا لا، وبنطارد الزحمه والحاجات دي كلها. في برنامج انا اشتغلت بيه كان روعه تمام، اسمه اني لوجيك. اني لوجيك ده انا لقيته مفيد في حاجات كتير قوي جدا، اني لوجيك اهو تمام. ده يعني من ضمن البرامج اللي انا يعني اتمنى ان انا اشتغل بيه، يعني بيديني مديني من ضمن الحاجات، ان انت تدي له موديل الريفت مثلا ويقول لك والله احنا محتاجين سلالم، محتاجين ان نكبر الطريق، محتاجين كذا. وفي لو عايز تعمل تحليل للميه هتمشي ازاي، تحليل للعربيات، تحليل للمطار. انالوجيك ده من ضمن البرامج اللي مش مشهوره، لكن الشغل بتاعه مطلوب جدا في السوق، يعني قليل قوي اللي بيعرف يشتغل عليه. انالوجي كده جربه، وهتلاقيني شرح اصلا بالتفصيل في على بن مربي يعني. طيب دي بقى هنتكلم ازاي نعمل تصميم بشكل افضل. احنا اتكلمنا عن الفاير فلاي، حد فاكر ادوب فاير فلاي كان بيعمل ايه؟ ادوب فاير فلاي ايوه، حد يفتح المايك مفتوح، يكتب على الشات زي ما انتوا عايزين. فاكرين الادوب فاير فلاي؟